فاليوم حسمهم. ماذا؟ كلمتان. اليوم حسمهم. تعايش؟ لا أعتقد أن هناك تعايش. ونحن لا توجد لنا علاقات مع العرب. إن العلاقة الوحيدة هي بين حجارتنا وحجارتهم. أنا لا أرى هنا إمكانية للتعايش حيث لا توجد أي علاقات معهم. إذا كانت هذه دولتي فإنه يتوجب عليهم أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية وأن لا يكونوا في الحكومة. إنهم قادرون على قتلنا. أما اليهودي فإنه غير قادر على قتل ذبابة. بعد حرب عام 1967 احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية والهضبة السورية ووصل إلى قناة السويس، وما أن أعلن وقف إطلاق النار حتى اندفعت حرب من نوع مختلف تماما، الاستيطان. قوالب هندسية تم تصميمها في مكاتب مغلقة، مخيلة شريرة لا علاقة لها بالمكان، كتل عدوانية تتمدد مثل زواحف شرسة على أطراف القرى والبلدات، من زمن آخر أتت ومن ذاكرة أخرى، كأن ثمة فجوة انفتحت في لحظة ما من الزمن اندفعت عبرها هذه المخلوقات لتقتلع الشجر والأرض والماء، مخلوقات تحتمي خلف لغة ميتة هي ذريعتها في تدمير كل شيء على هذه الأرض، وهي سببها الذي تعتاش عليه. أول إشي في 82 صار تعدي على الأرض تبعنا، أنا بصيت واحد بكرش حي كناير وأجا جرف الأرض وطرد مني الأرض وتهددني بسلاح أخرى، أنا الحالة وذيك الأرض ما فيه وكان وميتة في هذيك المنطقة اللي أنا رايح أبذر وسمت مشان أجيب التركح، وطحاني من الأرض ورحنا رفعنا دعوة على طول شرم للشرطة، شايف؟ ومن الشرطة للمحكمة العسكرية، إلا المحكمة للبداية لنابلس، وفي البداية في نابلس صرنا نطارد وهشة، وبعدين أخذنا حكم عليهم وخرب الأرض أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بكيت زرعها خلع الكمح الله اللي الله بده يطعم، بس إنه يا شمال صار هيك في جرثوم وفي رجوم وخلع الكمح، وأخذنا حكم عليهم وطلع الشرطة هذه محكمة كلكيلي قدرت الخسارة.